تعالوا بقى نروح نعرف مع بعض اخر اخبار والمستجدات في النادي الاهلي من زميلنا مينا ماهر مراسل قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره. مينا صباح الفل عليك واحنا سبعينك، اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وإن شاء الله يكون يوم مليان بالسعادة والخير على كل الناس. أنا هنا في النادي الأهلي فرع الجزيرة، الأجواء هنا يعني في هدوء نسبي بعض الشيء، يمكن كمان في الساعات الصباحية الأولى، وأيضا مع دخول المدارس بيكون في هدوء بسيط، ولكن مع مرور الوقت وعلى مدار اليوم بيبدأ توافد الأعضاء على مقر النادي. بالنسبة للسيولة المرورية يعني يمكن في كثافة مرورية بسيطة جدا في محيط نادي الأهلي فرع الجزيرة، ولكن أيضا بعد مرور الساعات بيكون في سيولة مرورية إلى حد ما. عايز أخدكم جولة، ولكن المرة دي جولة في انتصارات النادي الأهلي. عايزين نبدأ بأمس شباب الأهلي قدروا أن هم يفوزوا على فريق جزيرة الورد بنتيجة 71-15 ضمن منافسات دوري المرتبط، وأيضا فريق الرجال قدر يفوز على نادي جزيرة الورد بنتيجة 86-49، وده أيضا ضمن فعاليات بطولة دوري المرتبط. امبارح تألق يعني نجوم فريق السلة للرجال وعلى رأسهم اللاعب إبراهيم الجمل اللي أحرز 21 نقطة، وأيضا عمرو الجندي أحرز 21 نقطة وعمل 9 أسيست، واللاعب عمر طارق أحرز 10 نقاط وعمل 9 ريباوند. فريق السلة أيضا للسيدات فازوا على فريق الصيد بنتيجة 66-55 ضمن بطولة دوري المرتبط. بصراحة فرق الباسكت بول في النادي بتقدم أداء أكثر من رائع، عاملين استعدادات قوية جدا لجميع البطولات هذا الموسم. نروح بقى لكرة القدم، يعني يمكن امبارح كان في مباراة ودية مع فريق النادي الأهلي 2006 ضد فريق الإشراف لمحافظة الإسماعيلية، وقدر النادي الأهلي انه يحقق فوز بنتيجة 2-1. أحرز الأهداف اللاعب عمر معوض في الدقيقة 16 واللاعب عمار وليد في الدقيقة 20. بالنسبة بقى لكرة القدم للفريق الكبار، يعني يمكن امبارح الاتحاد المصري لكرة القدم قرر يعني انتهاء الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز هذا الموسم في أيام 29 و30 الشهر الجاري. يمكن النادي الأهلي عنده مباراة الختام هتكون أمام فريق طلائع الجيش النهاردة إن شاء الله الساعة 4:30، هيكون في تدريب الفريق الأول استعداداً لمباراة الإياب أمام نادي الوداد، وإن شاء الله إن شاء الله يعني الفريق هيقدم أداء أكثر من رائع، كلنا متفائلين وواثقين في فريق النادي الأهلي. أمس كابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه تصريحات عبر شاشة قناة النادي الأهلي، وقال إن كوتش موسيماني تطوير كبير جدا في أداء وطريقة لعب النادي الأهلي. يمكن كمان أنا أتفق مع كابتن سيد حفيظ وجميع جماهير النادي الأهلي شاهدوا يعني طريقة مختلفة للنادي الأهلي، طريقة لعب جديدة وقوية جدا للنادي الأهلي تليق بفريق النادي الأهلي، وواثقين في كوتش موسيماني إنه إن شاء الله إن شاء الله هيقدر يحرز بطولة أفريقيا السنة دي إن شاء الله وبطولات كثيرة. أيضا كابتن سيد عبد الحفيظ قال إن كهربا يقترب اقتراب كبير جدا للمشاركة في مباراة العودة أمام الوداد، وأيضا إن شاء الله في احتمالية مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق. أيضا وعد كابتن سيد عبد الحفيظ جماهير النادي الأهلي إنه إن شاء الله النادي الأهلي يكون على أتم استعداد لمباراة العودة في السيمي فاينل، وإن شاء الله مباراة الفاينل، وإن شاء الله هيقدروا يفرحوا ويسعدوا جميع جماهير النادي الأهلي بالفوز بالبطولة التاسعة. قبل ما أختم كلامي من خلالك يا كريم ومن خلالك يا نهوان، ده حابب أقدم الشكر لعمال غرف خلع الملابس بالنادي الأهلي. يعني يمكن النهاردة التدريب هيكون الساعة 4:30، أنا أول ما دخلت النادي لاحظت وجود عمال غرف الملابس في ملعب مختار التتش بيجهزوا وبيحضروا للتدريبات، يعني يمكن ده جزء وعامل كبير جدا من عوامل فوز النادي الأهلي بالبطولات. حابب أشكرهم على مجهودهم، ويعني بنشكرهم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. دي كانت الأخبار وكواليس هنا في النادي الأهلي فرع الجزيرة. لو في أي استفسارات أو أسئلة أنا معاكم على مدار اليوم. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز مينا ماهر.